بصراحة الواحد لما قرب من اللعيبة في ال10 أيام اللي احنا كنا موجودين فيهم، بصراحة حاجة تفرح وحاجة تشرف. لعيبة النادي الأهلي لعيبة عندها سلوكيات، لعيبة عندها أخلاقيات، لعيبة بتعرف تتعامل مع بعضها البعض، لعيبة بتحترم الفانيلة اللي لابساها، لعيبة بتحترم مدربها، لعيبة بتحترم جهازها الفني والإداري، لعيبة محترفة بالفكر الأوروبي اللي احنا بنسمع بيه. عارفين إن وقت التدريب وقت التدريب، عارفين إن وقت الأكل هو وقت أكل، عارفين إن وقت الماتشات وقت ماتشات، عارفين إن وقت الترفيه وإن اللاعب يكون عنده ساعة يرفه بيها عن نفسه باللعب بعض الألعاب زي تنس الطاولة، زي البلاي ستيشن، كل ده موجود لكن في الحدود اللي الجهاز الفني والإداري محددها لهم. فرجة على ماتشات افريقيا وان هم يقفوا جنب زميلهم وجنب منتخب بلاد علي معلول المنتخب التونسي، اعتقد ان دي حاجه محترمه جدا وحاجه يعني تشرف لكل جمهور الاهلاوي. عشان كده بقول لحضراتكم دايما بحاول ان انا اقرب يعني اقرب حضراتكم من المعسكر. بالمناسبه اللقطات اللي حضراتكم شايفينها، العجل اللي كان موجود في الاوتيل هو متاح لكل النزلاء اللي موجودين في الاوتيل، اللي حابب يروح من التدريب من الاوتيل لملعب التدريب بالعجله كل ده متاح. المسافه تقريبا بالعربيه مش هتكمل دقيقه ونص، وبالعجله اعتقد ان هي من 2 لـ3، لكن كان حريص جدا الجهاز الفني الكابتن يوسف والكابتن سامي قمصان والجهاز الاداري ان هم في بعض الاوقات يعملوا بعض الرياضات اللي تكون موجوده ويستخدموا العجل علشان ينتقلوا من الاوتيل للملعب التدريب. لكن زي ما بقول لحضراتكم جزء مهم جدا حابب ان انا اتكلم عليه الجزء الترفيهي، علشان لقيت بعض الكلام ان لعيبه النادي الاهلي عندهم جزء ترفيهي بيلعبوا بعض اللعب زي تنس الطاوله، بيلعبوا بلاي ستيشن. بقول لحضراتكم ده امر عادي جدا في لاعب كره القدم، وده لا يمكن يدي 1% ابدا شيء من ان لاعب ممكن لا يتحمل مسؤوليه وان لاعب مش مركز في الماتش اللي جاي. يعني خلينا حضراتكم نتفق على ان منتخب الكاميرون ونيجيريا لما بيكونوا نازلين الملعب بنشوف بقى الاغاني وبنشوف بقى الشكل طبعا بيقدموا بيه نفسهم. كل منتخب ليه سيستم بتاعه وكل فريق ليه طريقه التفكير بتاعته. مش بقول لحضراتكم ان احنا نعمل كده، لكن لعيبه النادي الاهلي في معسكر طويل 10 ايام مفيش حاجه بيعملوها غير تدريب صباحي تدريب مسائي، الوجبات اللي في النص، بطوله افريقيا، وبعض الالعاب زي التنس الطاوله او زي البلاي ستيشن علشان كجزء ترفيهي علشان اللاعب ما يوصلش لمرحله الزهق. عايز اقول لحضراتكم ان الجزء الترفيهي ده ليه هدف، والهدف منه ان هو يقرب اللعيبه بينها وبين بعض، ان اللعيبه دايما يبقى في تواصل ما بينهم بشكل دائم 24 ساعه اللعيبه متواصله، الا في جزء حتى في جزء النوم كل اثنين بيكونوا موجودين في غرفه واحده بيناموا في غرفه واحده، فده بيحصل ما بينهم كلام، بيحصل ما بينهم يعني ترابط وتقارب في وجهات النظر. وبالتالي انا شايفه من وجهه نظري هو معسكر ناجح بكل المقاييس. عندي كواليس كتير قوي يعني عايز اتكلم معاكم، وعندي اخبار كتيره جدا عايز اقولها لحضراتكم، عشان بعديها استقبل الكابتن اسامه حسني عشان نتكلم بقى بصفته لاعب دولي سابق ولاعب في النادي الاهلي، واحد من نجوم النادي الاهلي هيتكلم معانا على المعسكرات واختلاف الاجيال، وهل معسكر الاهلي من وجهه نظره هل شايف ان هو جه في الوقت المهم ان مستر مارتن لاسارتي يعرف يجمع اكبر تشكيله ممكنه او اكبر وقت ممكن من اللعيبه دي تكون تحت جناح ويقدر ان هو يسيستمهم زي ما هو عايز، الجزء التكتيكي الجزء الفني الكلام الكتير اللي حضراتكم عارفينه ده. لكن عايز اروح شويه لبعض الاخبار، معايا كم خبر عايز اتكلم عليهم قبل ما نروح للكابتن اسامه.